ملي غادي نكملوا غادي نديروا واحد البصمات ديالنا. هذا الرسم التلقائي الحر اللي غادي نبداو به، والابجديات ديال اللون وفي علاقته مع الترويح على النفس ووضع واحد التوازن، لان احنا دابا في واحد الحاله اللي هي حاله مرحليه. دائما في القافله التضامنيه لجمعيه المواهب للتربيه الاجتماعيه بمنطقه مزميز المتضرره من جراء الزلزال اللي ضرب منطقه الحوز واللي خلف اضرار ماديه وجسديه، الحياه تستمر والحمد لله. حنا مع مجموعه من الورشات اللي حاضرين فيها بطبيعه الحال مجموعه من الاطفال معنا هنايا اللي تتراوح الاعمار ديالهم من 7-8 سنوات الى 13 سنه. هذه ورشه ديال الرسم التلقائي ثم الرسم الموجه. الرسم التلقائي هو ان غادي يفرغوا ويخرجوا هاد الوليدات مجموعه من الطاقات السلبيه اللي بقات في المخيلة ديالهم نتيجة الزلزال. ثم جات جمعية المواهب للتربية الاجتماعية في إطار هذه الأنشطة ديالها التضامنية اللي فيها الكرماس، فيها الأناشيد، فيها المهارات اليدوية، فيها التعامل مع الألوان ومع بصمة الابتسامة وإعادة الفرحة عن طريق التعامل مع اللون، عن طريق مزج اللون والتعبير التلقائي. نفس الحركة اوكي بالنسبه للمعامل اليدويه كنخرجوا الطفل من واحد فضاء، الفضاء اخر ديال الابداع وديال المهارات، يعني كي هو كيبغي يعرف يش المقاس، يعرف يلون او يرسم كذلك. بالنسبه لهذا المكان ديالنا احنا كنتواجدوا به دابا هنا، جينا من اجل الابتسامه للاطفال والطفوله اللي هي عانات من هاد الزلزال وعانت من هاد الفاجعه اللي كاينه هنايا في امزميز. والحمد لله كنشوف الاستجابه للاطفال وكنشوفهم فرحانين وبداو كيبدعوا حتى هما، كيبدعوا داكشي اكثر من كنعطيهم حنايا. كنتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم انهم يتناساو هاد المشكل اللي كان وقع لهم ان شاء الله.